شفنا مسيرة طويلة جدا للنادي الأهلي، فيها الكثير من الأبطال، فيها الكثير من الألقاب، فيها الكثير من البطولات، لكن فيها أيضا الكثير من الشموع الحمراء. جعفر والي باشا، جعفر والي باشا، صدقوني هي ديت عبقرية الأهلي. أنشأه وأسسه وقام على فكرته نبلاء وطنيون كبار في مطلع القرن الماضي. كلمة المجتمع المصري وقتها هي اللي أنشأت النادي الأهلي، هي اللي وضعت بذرة النادي الأهلي، فتلقفه الغلابة وأصبح الأهلي نادي النخبة والشعب، نادي الطبقة النبيلة الحاكمة الكبيرة اللي ارتبطت جذورها بكل أبناء الشعب المصري. فأصبح الأهلي نادي الوزير والغفير والكل سواسية في حب النادي الأهلي. جعفر والي باشا أولا ده رئيس النادي الأهلي من سنة 22، واحد من العناصر التاريخية المؤسسة للنادي الأهلي، يعني ده واحد من الآباء المؤسسين. بس عايز أضيف حاجة، أنه كان وكيل النادي الأهلي من 2016 لحد 24 ما بقى رئيس النادي. بالظبط. شوف يعني بقى من 2016 1907 طبعا شارك في اللجنة المؤسسة للنادي الأهلي 1907، لكن بقى وكيل النادي في 1916، وبقى رئيس للنادي من 1922 24 ل 43، 19 سنة رئيس نادي، رئيس للنادي، وقبليها 8 سنين وكيل نادي ورئيس اتحاد الكرة. هو أول رئيس لاتحاد الكرة، يعني اتحاد الكرة لما هيحتفل بالمئوية بتاعته خلال الأيام القليلة القادمة لازم هيخلد اسم جعفر والي باشا رئيس النادي الأهلي ورئيس اتحاد الكرة معا، أول رئيس لاتحاد الكرة. رئيس اتحاد الكرة وزير كذا وزارة، ابتدى 23 وهو جعفر والي من 23 ل 28، في خلال الفترة دي خد اخطر قرار ضد النادي، مش ضد النادي الاهلي، يعني يمس اعظم نجم من نجوم النادي الاهلي، يعني هو اللي وقف حسين حجازي وهو اللي ارسى كلمه المبدا يعني قبل البطوله، يعني رئيس النادي الاهلي رئيس اتحاد الكوره، واوقف اعظم لاعب في وقتها قيل انه في تاريخ الكره المصريه. طيب نشوف في هذا التقرير ومضات من مسيرة وحياة واحد من الشموع الحمراء اللي أضاءت الطريق للنادي الأهلي تاريخيا، جعفر والي باشا. جعفر والي باشا مصر والأهلي، من أهم الأسماء التي يتوقف التاريخ أمامها كثيرا. جعفر والي باشا الرئيس الرابع لمجلس إدارة النادي الأهلي وصاحب أطول فترة رئاسة شبه متصلة تقترب من 20 عاما. ولد جعفر ابن والي بيك حلمي في القاهرة عام 1880، شخصية سياسية ورياضية بارزة، فكان وزيرا للأوقاف في وزارة عبد الخالق ثروة الأولى، ثم وزيرا للحربية والبحرية في وزارة عبد الخالق ثروة الثانية، وتولى منصب وزير الحربية والبحرية إلى جانب منصب وزير الأوقاف في وزارة محمد محمود باشا الأولى، كما عين وزيرا للمعارف العمومية في وزارة عدل باشا الأولى. شغل جعفر والي منصب وكيل النادي بالانتخاب لفترة طويلة من 9 فبراير عام 1916 وحتى توليه منصب رئاسة النادي من عام 1924 وحتى عام 1943. ولأن النادي الأهلي ارتبط اسمه بالوطنية والمبادئ والتقاليد العريقة، لعب دورا كبيرا في تأسيس اتحادات الرياضات وتمصيرها حتى منتصف الأربعينيات. ويعد جعفر والي أحد مؤسسي اتحاد الكرة، حيث قاد معركة تمصيره وتولى رئاسته في بدء تكوينه في الفترة من عام 1923 وحتى عام 1928، كما ساهم في تأسيس اتحادات أخرى منها اتحاد الملاكمة، وأصبح رئيسا لاتحاد رفع الأثقال، وكان عضوا باللجنة الأولمبية ووكيلا لها، كما يعد من أولى الشخصيات التي عملت في مجال الرياضة وحصلت على لقب البشوية.
حقق الأهلي في ظل رئاسته الكثير من الألقاب، كما أصبح النادي تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد، حيث تلقى خطابا من سعيد ذو الفقار باشا كبير الأمناء يبلغه فيه بموافقة الملك على وضع النادي الأهلي تحت رعايته. وفي عهده دخلت الكهرباء إلى النادي عام 1922، وهو ما وصف في أحد تقارير مجلس الإدارة بأنها أمنية طالما تمناها كل عضو. وفي عهده قررت اللجنة الإدارية العليا إيقاف حسين حجازي بيك أعظم لاعبي الكرة المصرية في عصره لمدة 3 شهور لتحميله مسؤولية عدم تسلم اللاعبين ميداليات المركز الثاني من مندوب الملك في نهائي كأس السلطانية والتي خسرها الأهلي أمام الترسانة. ورفضت اللجنة العليا التماسا من اللجنة التنفيذية بالنادي لرفع الإيقاف عن حسين حجازي، ولم يشارك كابتن الأهلي ومصر مع المنتخب في الدورة الأولمبية عام 1928 انتصارا لمبادئ النادي. ورحل جعفر باشا والي عن عالمنا عام 1963 عن عمر يناهز 83 عاما، تاركا خلفه تاريخا ناصع البياض في الرياضة المصرية بصفة عامة والنادي الأهلي بصفة خاصة. أعزائي جماهير النادي الأهلي العظيمة، عرفتوا النادي الأهلي اتبنى إزاي؟ عرفتوا ليه النادي الأهلي عظيم؟ عرفتوا ليه بقول الناس المغرمين ما يعملوش كده؟ لأن الناس المغرمين يعملوا كده يا أستاذ إبراهيم، يعملوا الصح، يعملوا الصح قيمة قوي، ما يقعدوش كل همنا إن إحنا ما حدش يغيظنا وزاني يغيظ مين، نعمل الصح عشان نقدر نخلق المناخ اللي يخلق مواطن صالح من خلال نموذج النادي الأهلي. بالمناسبة زي ما شفتوا في التقرير، النادي الأهلي كان أول نادي يوضع تحت الرعاية الملكية، بس شوفوا لغة التخاطب مع النادي الأهلي أيام فؤاد، أيام الملك فؤاد، الملك فؤاد، شوفوا ده المرسوم الملكي اللي صدر بيقول إيه، اللي ممضي من كبير الأمناء سعيد ذو الفقار في 8 يناير 1929 تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فوضع النادي تحت رعايته السامية، كما تفضل جلالته فأصدر أمره الكريم بأن يسمى الملعب الكبير بالنادي باسم ملعب الأمير فاروق، وفيما يلي صورة الإرادة السامية التي صدرت في هذا الشأن، أبقى الله مليكنا زخرا للبلاد وأقر عينه بسمو ولي العهد المحبوب الأمير فاروق. ديوان كبير الأمناء، بصوا لغة الخطاب لرئيس النادي الأهلي، حضرة صاحب المعالي، الديوان الملكي يخاطب رئيس النادي الأهلي بحضرة صاحب المعالي جعفر والي باشا، رئيس النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة، الاسم اللي ما تغيرش منذ تأسيس النادي، النادي الأهلي للرياضة البدنية، اقتضت إرادة حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك أن يشمل ناديكم بالرعاية السامية، وإني أتشرف بإبلاغ معاليكم هذا النطق الكريم راجيا التفضل بقبول وافر الاحترام. 8 يناير 1929، كبير الأمناء سعيد ذو الفقار. أستاذ إبراهيم، يعني أشعر من الفقرة دي بالذات بزهو وفخر عظيم جدا بقيمة الملك. بقيمة الملك، بقيمة الملك وقيمة الأهلي. الملك اللي هو الاهلي انا اقصد. بقيمه انك انت بتقدم النموذج اللي يعني يملاك زهوا، مش بيشبح يعني بس رغبتك السريعه المباشره في احراز البطولات، لا، النادي الاهلي قيمه اعمق بكتير جدا من مجرد انه بطل وصاحب ارقام قياسيه على مستوى العالم و و و و الفقرة دي يا جماعة سجلوها، سجلوا اللقطات الحية دي، ده تاريخ مصر بيتوثق من خلال الرياضي، على الأقل تاريخ الرياضي، يعني من خلال ما نقدمهم لقطات حية، نرجو إن احنا نفضل نفحر كده ونجيبها، لأن دي من الحاجات اللي أنا ببقى يعني مستنيها بفارغ صبر، لأن الشموع الحمراء
هي اللي بتضيء طريق الأهلي عبر التاريخ. احنا بنقصد من الفقرة دي يا جماعة ان الأجيال الجديدة تعرف مجد الأهلي فين، جذور تاريخه وصلت لفين، قيمة الماضي الكبير جدا للنادي الأهلي كانت عاملة ازاي، لانه من شيوخك اكتسبنا مجدنا. شيوخ الأهلي ومؤسسوه وأبائه الكرام هم اللي وضعوا هذه اللبنات، مسؤولية هم ضخمة. اللي أرسوا هذه المبادئ، هم اللي حملوا كل الأجيال التالية هذه المسؤولية التاريخية الكبيرة التي استعرضنا معكم اليوم جانبا مهما منها.